بيتي دي راحت فين؟ ايه ده؟ انت ليه معادك هنا؟ ساعدت البيت، انا قلت استريح شويه والله بعد ما نظفت الفيلا. فين الفيلا اللي اتنظفت؟ فين الجيران اللي اتنظفت؟ انت بتستعبطي ولا بتستهبلي؟ مش بتاخدي مني فلوس؟ يبقى تشتغلي لحد ما تيجي تروحي. ما انا تعبت والله قلت استريح. بقول لك ايه؟ خدتي فلوس يبقى تشتغلي، ما تقوليش مفيش حاجه عندي هنا اسمها تعب. يلا اتفضلي شوفي شغلك. من وسواس حيرني في هواي. طب يعمل معايا كده ليه؟ مش عارفه ليه كده. مالك يا بس عامله كده ليه؟ اقول لك ياسمين، البيم بهدلني ياسمين وانا بحبه، بس اقول لك ايه، بس انا عارفه هو فين وانا فين. عمري الغني ما يبص للفقير، وانا فقيره وشغاله عنده عمره ما هيبص لي، بس انا بحبه قوي ودايما بيبهدلني. معلش يا كل الحظوظة دي وهي أجرية الحياة. إيه ده بجد يا ياسمين؟ أيوه. يعني ألبسها؟ أيوه. وهتنقل حياة تانية وأبقى حلوة؟ أيوه. ماشي ياسمين. إيه ده؟ الموزة اللي واقفة اللي هناك دي. إيه ده مين؟ إيه ده؟ أنتِ؟ أيوه. إيه اللي غيرك كده؟ الحمد لله. الحمد لله، إيه ده؟ أنتِ سحرتيني بجمالك. بجد يا إبراهيم باشا؟ بجد والله. بقول لك انا ممكن اقول لك على حاجه؟ اتفضل. توافق ان انت تتجوزيني؟ بجد انا اتمنيت كده من زمان. بجد والله. عشقك الناس حبي.